أنا أحمد حسنين، خلصت كلية تصوير في سنة 2000، اشتغلت في الديكور فترة بس من أيام الكلية على طول أنا متواجد في الحركة الفنية بالنشأة كده. في شوية قصص وفي شوية حاجات بصرية بنستقيها كلنا، كل الفنانين والناس العاديين، وبيبقى داخل فيها القصص اللي احنا بنسمعها وإحنا أطفال صغيرة، بيبقى داخل فيها التجارب البصرية اللي بنشوفها واحنا أطفال صغيرة، ونشوف حيوانات من زاوية الرؤية بتاعت الطفل اللي عنده سنتين ثلاثة. وبعدين والواحد بيكبر كان دور السينما، مثلا أفتكر مثلا الفيلم اللي اتعمل بتاع علاء الدين اللي اتعمل في الستينات، الديفوهات اللي موجودة في الجرافيك والحاجات دي كانت مخلية الحكاية حكاية أكتر وفيها سحر فيها. وبعدين بتلاقي شغف إن ممكن كمان في القصص اللي موجود في القرآن إن في حيوانات بتتكلم، فكل ده يخلي الواحد يبص للي ورا الشكل البصري اللي بيشوفه. حاجة كمان بحاول أدور برضو فكرة الذاكرة الجمعية أو التيست الشخصي اللي موجود عند 7-8 مليار بني آدم اللي عايش، إن إحنا كلنا قاعدين جوه بلوكات أسمنت، فبحاول اللي يقف قدام اللوحة عندي شوية ممكن يعمل مديتيشن شوية ويشغل تفكيره شوية، يبص ورا الصورة اللي موجودة، لأن حقيقي الحاجات هي كده. حكاية الناس الصغيرة اللي عندي في الشغل، قد إيه الكرة الأرضية كبيرة وقد إيه إحنا اللي بيركب الطيارة ويبص على البيوت بيلاقي حاجات صغيرة خالص. كل الحاجات دي محفزات بصرية، وأنا شغال بقى بنسى كل الكلام ده خالص خالص، وبيبتدي الانفعال الشخصي قصاد اللوحة. فبشوف الكائنات اللي كانت بتجيلي وأنا صغير، بشوفها من زاوية رؤية الطفل اللي عنده سنتين ثلاثة، وأشوف لما كنا بنروح جنينة الحيوانات ونشوف مثلا فيل ضخم مش عارف، أنا بالنسبة لي زي الجبل، فبيبتدي ده يرفلكت عليا دلوقتي وأنا في الأربعينات. وبحب أخلي ورا القصة زي الأفلام اللي نهايتها مش معروفة، أسيب مفاتيح للمتلقي وأخفي شوية.